حبيس الصبر والإيمان يا اسم مكتوب عالزمان، يا ضعف ملفوف في قوة، يا سطر مكتوب في صلوة، يا معنى محفوظ في خلوة، اسمك بيوحي بالأمان، اسم الجمال بقى للإنسان. حبيس الصبر والإيمان يا اسم مكتوب عالزمان، يا ضعف ملفوف في قوة، يا سطر مكتوب في صلوة، يا معنى محفوظ في خلوة، اسمك بيوحي بالأمان، اسم الجمال بقى للإنسان. أيوب 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 جديد في زمانه ظهر وتحدى بجهاد القدر، أيوب جديد في زمانه ظهر وتحدى بجهاد القدر. ده ناظر الإله بدايته منتهى، تيجي رويس فريد، اسمك بقى رمز الصلاة، اسمك بقى رمز الصلاة. ده ناظر الإله بدايته منتهى، تيجي رويس فريد، اسمك بقى رمز الصلاة، اسمك بقى رمز الصلاة. حبيب إنسان وديع مهيب حبيب، عايش حياته وربته وسط الذئاب بين الضباب، وكان تواضعه وقوته، لا شهرة كانت غيته ولا راحة كانت سكنته، كان كل أمله وشهوته يشبه حبيبه في رحمته، لا شهرة كانت غيته ولا راحة كانت سكنته، كان كل أمله شهوته يشبه حبيبه في رحمته، يشبه حبيبه في رحمته. يا حبيس الصبر والإيمان يا اسم مكتوب عالزمان، يا ضعف ملفوف في قوة، يا سطر مكتوب في صلوة، يا معنى محفوظ في خلوة، اسمك بيوحي بالأمان، اسم الجمال بقى للإنسان. الحاجين يا سارة، ناوليني ناوليني الجلة اشرب شوية مي. الحمد لله يظهر اني خدت ضربة شمس. انا مش قلت لك يا اسحاق تفطر قبل ما تنزل وانت اللي مرضتش ونزلت على لحم بطنك وسبت الاكل؟
أني جبتهولك أهو. أعمل إيه بس يا سار؟ ابن نفريج خرج بدري وما دكش طعم الزاد، قلت هيرجع تعبان وجعان واحتاج حاجة تسنده، ياكل اللجمة وخلاص. عندك حق يا سحاج، ده ربنا بيرزق الدودة في الحجر. ابن نفريج ربنا بيحبه وعمره ما بينساه. خد كل علشان تتجوى، سيب حملك على الله هو الرازق. الملح الرشيدي ابيض يا سيدي. ايوه يا خاله. هتديني كام حفام؟ اسمع لما اقول لك، عم سكر بتاع الملح كان بيديني 5 حفام وبيتوصل. عايزه بكام يا خاله؟ بنص فرد. هديكي 10 حفام. معقوله؟ يبقى عم سكر ده كان راجل حرامي. لا يا خاله، عم سكر ده راجل طيب مش حرامي ولا حاجه. يبقى انت بقى يا ابني اللي ملحك فاسد. ولا ملحي فاسد. امال هتديني 10 حفان ازاي؟ عم سكر ايده كبيره، بيديكي حقك مظبوط، اما انا فايدي صغير، يبقى الحفان ب2. ليك حق يا حبيبي، انت واد امين. معلش فاتت عليا دي. انت اسمك ايه بقى؟ اسمي فريد. اشكرك يا رب اللي انت بتحافظ علينا، خلي بالك مننا يا رب. اشكرك يا رب على الرزق اللي بتدهوني يا رب. ساعدني علشان اشتري جمل صغير ابيع عليه الملح. ما تسيبنيش عادرة. ولدي خضتنا عليك. ما انا ياما فوت على الكنيسه وجيت على طول. خد ياما ادي 4 انصاص فضهم اللي بعت بيهم الملح. وابويا فين؟ ابوك تعبان شويه، الشمس النهارده عملتها معاه. اخش طل عليه؟ لا يا حبيبي، هو مستريح بيجي كويس. انا نفسي احوش دينارين واشتري جمل اشيل عليه الملح، ولما اتعب اركب عليه زي عم سكر بتاع الملح. ربنا ينولك املك يا ولدي. اسمعي يا ماما، انا هتفق معاكي اتفاق، كل اللي هجيبه تاخدي نصه ومتحوشي لي نصه علشان اشتري جمل ابيع عليه الملح. ربنا يخليك يا ولدي ويدي لك كل اللي انت عايزه. كم يوم تعبان معايا وشيان زيي. انا عايزه اسميك حاجه. اسميك ايه؟ تحب اسميك جمل الجميل؟ ايه مش عاجبك الاسم؟ طب انا اسميك رويس. ايوه رويس، عشان انت بتحب تلعبني براسك كتير. ابيض يا سيدي، الملح الرشيدي. فريك دي امين قوي. من يومين رحت اشتري ملح من عمي ونسيت باقي الفلوس معاه، رجع لي مخصوص علشان يديني الباقي. ربنا يبارك، ده واد مؤدب وملحه زي الفل. ده انا دايما اشوفه كل يوم حد مع ابوه وامه في الكنيسه. سبحان الله، اللي يحبه ربنا يحب الجميع خلفه.
احلى غطا يا رويز، دي احلى غطا هيدفيني في اليومين البرد دول. متشكر. اسمع يا رويز، عايزين نصحى بدري قبل المطره ما تعملها وتغرق الملح زي امبارح. اقول لك انت بتتعب معايا قوي، نام انت وانا هصلي وانام على طول. تصبح على خير يا رويز. يا رب يسوع المسيح، ينبوع الماء الحي، اشكرك على نعمك وعطاياك، اشكرك على رويز الجمل اللي بيخفف عليا شغلي ويسلي وحدتي، اشكرك على عنايتك بيا وبأسرتي. يا رب احفظنا وبعد ملكك الحارس يحمينا من اعدائنا، انت الحافظ لكل خائفين. الملح الرشيدي ليك يا ستي، الابيض يا سيدي. الملح الرشيدي ليك يا ستي، الابيض يا سيدي. ملاح ملاح يبيع الملح في ارض ملحها ما، ملاح ملاح يبيع الملح في أرض ملحها ما. وانتم يا ملح الأرض يا أهل الشرف والعر، لو يوم هيفسد ملحكو ولا هينقص حبكو، تبقى حياتكو زوال. داو جراح قلبكم، نقوا بذور زرعكم، اوعوا الخطية تذلكم، اسمعوا لصوت ربكم. داو جراح قلبكم، نقوا بذور زرعكم، اوعوا الخطية تذلكم، اسمعوا لصوت ربكم. لو يوم هيفسد ملحكم ولا هينقص حبكم، تبقى حياتكم زوال. شوف الايام جريت بسرعه ازاي. فريد كبر وبقى راجل، فريد الكبير هو فريد الصغير، عمره ما اتغير لا في امانته ولا في اخلاقه. ربنا يبارك فريج. يا ولدي فريج يا حبيبي، قوم يا ولدي الشمس طلعت. ايوه. ايه بابا؟ صباح الخير يا صباح الخير يا ولدي، ازيك النهارده؟ نشكر ربنا يا ولدي. بقول يا فريج، بلاش يا ولدي تسرح بالملح النهارده، وعايزك تيجي لغايه تساعدني عشان انا تعبان شويه. حاضر يابا، من عيني. بس بعد ما نحضر القداس زي كل يوم حد. ايوه طبعا، راح اصح امك ونروح كلتنا على الكنيسه. سلامه. ايه يا سلامه، في ايه خير؟ ابوك فين؟ ابويا في الدار. طب روح لابوك وبلغه ان الباشا اغا جاي على هنا ومعاه عساكره ونازلين سلب ونهب في الخلج. يا حول الله. بس مين يا عدرا، هما ايه ما بيتعبوش يا سلامه؟ روح لابوك وقول له ان كان عنده قمح ولا شعير ولا اي حاجه يخفيها عن عينيهم. لا من الناحيه دي اطمن خالص، احنا ما عندناش حاجه، احنا بنزرع برسيم، لو جعانين ينزلوا الغيط يحشوا وياكلوا. بتقول يا ولدي ان الباشا اغا جاي على بلدنا؟ ده اللي سمعته يابا. والعمل ايه بس يا ولدي؟ الناس دول كبابره وظلمه، نهبوا أموال الناس وأجبروا الغلابة على إنهم يسيبوا الإيمان ويدفعوا ضرائب كبيرة، ده غير سبي الستات والإهانة والضرب والتعذيب في الخلق. ربنا يرحمنا بشفاعة الست العدري. أني سامعة إنهم جايين على بلدنا. ما تخافيش يا أم، ربنا يبعدهم عننا. اسمع يا فريج، ما بلاش يا ولدي
تسرح بكرة بالملح في الحتت البعيدة اللي بتروحها دي، وخليك هنا جنبيني. ما تخافش يابا، يسوع معاي وبإذن ربنا مش هيحصل حاجة. الباش أغا كل اللي يهمه الفلوس والذهب والفضة، وإحنا ما حلتناش غير الهدمة اللي على جبتتنا. أيوة يا ابني، إيش ياخد الريح من البلاط. ربنا يلطف يا ولدي، ربنا يلطف. تصبحوا على خير. وانت من أهله يا ولدي. تصلي لي يابا. ربنا معاك يا فريق، يوسع رزقك ويفرح قلبك يا ولدي. كتر خيرك يا عم ابراهيم، بقالي كم يوم قاعد عندك وعايز اخرج القط رزقي. يا ابن الدار دارك، خليك قاعد للصبح بدل ما يأذوك، دول ناس ظلمه ياخدوا اللي معاك. على رايك يامه، مش ياخد الريح من البلاط. ريح ايه وبلاط ايه يا ابني؟ هياخدوا جملك باللي عليه، خليك للصبح. اسم الصليب يا رب يا ساتر. ايوه مين؟ انا نجيب يا عم ابراهيم. ايوه يا نجيب يا ابني. ايه في ايه؟ عساكر البشاغه قاطعين الطريق ودخلوا مني يمين واجبروا الناس على ترك الايمان. ابويا في ايه يا ابني؟ مالك؟ لا بس حسيت بحاجه كده، انا لازم امشي دلوقتي. يا ابني خليك قاعد للصبح. بقول لك لازم امشي قبل ما يفوت الاوان. بقول لك مش هتقدر، عساكر البشاغه قاطعين الطريق، لازم ابلغ الاهل البلد دلوقتي. اقعد يا ابني، اهدى 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 كده للصبح، وهو النهار له عينين. ربنا يدبر. انت جمال رايح على فين؟ رايح ابيع الملح. ملح ايه اللي هتبيعه يا ناقص ابيع؟ لو سمحتوا سيبوني افوت. سيبه سيبه، خد منه الجمل، ما هو من بعد كده مش هيعرفوا ياكلوا الا العيش والملح. فوت يا عم، يعني ايه لك لو ضعفك تمانع هيزيد؟ سيب الجمل. شيرين انت هنا وانا بدور عليك. اقعد يا سلامي. اللي حصل اكبروا الناس اللي ما حاش تدفع ان هي تنكر الايمان. وازاي الناس تستسلم كده؟ الناس اللي ما قدرتش تدفع خدوهم وضربوهم وعذبوهم عشان ينكروا الايمان. وابويا وامي للاسف كانوا من ضمنهم. يا سيدي الرب الجالس على عرش السماء، ابنك فريق محتاج ارشادك، محتاج لمعودتك. قويني لاني ضعيف، كمل معايا عشان اقدر اخدم ولادك قبل ما يروح شبابي وتخور قوتي. رد ولادك لحضنك يا رب. ابويا وامي احفظهم وقويهم وثبتهم في ايمانك قدام اي عذاب. رد ابويا لحضنك يا رب، رد ابويا لحضنك بشفاعة الست العذراء لكلمة الى الابد. امين.
باسم الصليب، ايه اللي انا شفته دي؟ وايه القوة اللي دبت في جسمي دي؟ يا رب يسوع المسيح اشكرك. لو سمحت. ايوه نعم. صباح الخير. خير. ما لقيتش كنيسة قريبة؟ كنيسة؟ ايوه كنيسة، كنيسة ابو جرش. سلام الرب عليك يا ماري جرجس. واروح لها منين؟ بس يعني هتمشي لها شوية. ربنا يقويني. صحصح معايا. هتمشي طوالي طوالي، وبعدين في يمين في شمال هتلاقي جاموسة الولا يوسف، هناك تبقى تسأل. فين فوق السور بيكمل البني. طيب طيب بالسلامة انت. لو سمحت، هو باب الكنيسة من ايه؟ باب الكنيسة من الجهة الغربية، بس الكنيسة قافلة النهاردة، أصل إحنا بنكمل بناية الصوت. ربنا يقويكم. تسمح لي أرتاح هنا شوية؟ اتفضل اتفضل يا مرحب اتفضل. شكلك ولغوتك جديه بتقول إنك غريب، أما أجيب لك لقمة تاكلها. اسمع يا راجل يا طيب، أنا لقمتي إنك تشوف لي شغلانة آكل منها عيش. ومال تحب تشتغل معانا في البني؟ لا أنا بعرف أدري القمح وبيع الملح. من عندي قبل العندي، أنا حوديك لعم وهب العطار. حسن فيا حلا فيا حوي إليك. الحقنا يا ريس الحقنا. في إيه؟ في يا ودي يا عزب خير؟ فهيم يا ريس وقع من فوق السور. وجراله إيه؟ ما تنتج يالا. نزل محطش منطق. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده واد غلبان وبيجري على كوم لحم. ما تخافوش. ما تخافش انت راخر. بنقول لك ما نزل محطش منطق، تقول ما تخافوش؟ وقت هزار ده؟ بس تعال وريني هو فين. تعال تعال. الحقنا يا ريس. بعدوا عنه. هاتوا شوية مي. ادوله شوية مية. هي الكنيسة دي بتاع مين؟ أبو جرج. خلاص. والوراي صلواتك يا ابو جير. بصلواتك يا ابو جير. تاني صلواتك يا ابو جير. بصلواتك يا ابو جير. قوم يا فهمي بالسلام. اسم الصليب. يا ابوي دماغي تقيله قوي. مين الراجل ده؟ ده قديس يا ابوي. قديس قديس قديس. تعال تعال يا راجل يا بركه. انت اسمك ايه؟ اسم الجمال بقى لي. اسمي لويس. الله ينور عليك يا رويس يا ولدي. وعليك يا معلم وهب. احنا خلاص حملنا ودي اخر شوال. انت كده عملت اللي عليك واكتر. تعيش. خد يا رويس دي اجرة الشهر بتاعتك. تشكر يا عم وهب. بقول لك ايه، شوف لك طريقه لم نفسك بيها كده وخيط الخلاجات بتاعتك دي. تشكر يا عم وهب. تشكرني على ايه؟ ده الفاعل مستحق لاجرته، مش انت اللي علمتني الكلام الجميل ده. ربنا يبارك لنا فيك يا عم وهب. انا كان لي عندك خدمه يعني. يا ريت لو امر يا ولدي. هي البضاعه اللي حملناها دي رحبه رايحة طنطا. يعني هتمر على منية يمين. ايوه هتمر على منية يمين. عاوز تودي حاجة لحد؟ عاوز ابعت دول لابويا وامي. خبرية يا ولدي، ده نص اجرتك في الشهر، هتعيش بالباقي كيف؟ ربنا يدبر زي ما انت عايز يا ولدي. يا فضل الله. ايوه يا معلمي. خد يا ولدي الامانة دي، وانت مسافر تمر على منية يمين وتشوف عمك رويس هيقول لك تديهم لمين متى وفين. مين مين اللي بيخبط؟ انا فدلال لزميلي ابنكم رويس. رويس خليك انت نافت حال. رويس احنا ابننا اسمه فريق. يا رب استر يا رب يا رب يجيب العواجب سليمه يا رب. يا اهلا وسهلا رويس. ده ايه يا ابني؟
احنا ابننا اسمه فريج. يا ست رويس فريج، المهم مش ده بيت عم اسحاق؟ على بالك على بالك، اتفضل اتفضل يا ولد، اقعد اقعد. والله حلوه الحكايه دي، اقول لهم رويس يقول لي فريج. هو فين فريج يا ابني؟ اراضيه فين؟ اذا انا جيت مكان غلط ولا ايه؟ انا جاي من طرف رويس وانتوا ابنكم اسمه فريج. بس اقعد اتفضل وانا هقول لك ايه حكايه رويس دي. يعني رويس ده هو ابنكم فريج؟ ايوه فريج، بس رويس ده اسم الجمل بتاعه، وعشان بيحبه جايز سمى نفسه باسمه. لكن طمني يا ولدي، هو فين دلوقتي وصحته عامله ايه؟ قلبي وكلني عليه قوي. هو عال العال وعايش احدانا في جنه، وبعت لكم الامانه ده. خد ها، تحب نبلغه حاجه؟ ايوه كله الطم، ابوك بيصلي لك ومداوم على مروح الكنيسه والاعتراف والتناول. وامانه يا ولدي تقول له يصلي من اجلي، انا احتاج لصلاته قوي قوي. وقول له امك دعيالك. يا ترى يا ولدي عامل ايه في البرد ده؟ صباح الخير يا معلمي. اهلا، الحمد لله على السلامة يا فضل. الله يسلمك. كيف كانت رحلتك؟ عالي العال الحمد لله، ربنا يسلم. وادي فلوس البضاعة بالتمام والكمال. كويس والله، وصلت ميت أمال؟ امبارح نص الليل. أمال فين رويس وصبيانك؟ جوا في الوكالة. بيعملوا إيه جوا الوكالة؟ أنت عارف بعد كل غدا يقعد رويس يكلمهم عن ربنا. حظك كويس، قوم بينا نسمع بيقولوا إيه. سلام. الحمد لله على السلامة يا فضل الله. الله يسلمك. والصوم مش معناه اننا نظهر للناس اننا صايمين. الصوم يعني اظبط نفسي، امنحها من اي فعل يغضب ربنا. بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، يعني اتحكم في شهوات الجسد عشان الروح هي اللي تمشيه. لكن الصوم هيبتدي من بكره ان شاء ربنا. انت بقى اخر ويس ما اكلتش معانا ليه؟ انا دايما شايفك صايم على طول، ولما بتاكل تاكل لقمة ناشفة وشوية ملح. يعني ما قلتيش يا فضل الله، ازيك كده وزي اهل الغربية؟ بيسلموا عليك، وابوك وامك بخير، ونفسهم يشوفوك ويطمنوا عليك، وبيقولوا لك ابقى صلي لهم. واطمن يا سيدي، الامانة وصلت، وبيقولوا لك هم مداومين على الكنيسة والتناول. وبعتلك الغطا ده. مش يلا يا ولاد نشوف شغلنا ولا ايه؟ الوبرة ما كفتش تستر كتفك يا فريج. صحيح يا رب، مفيش حاجة تستر عورتنا إلا دمك اللي كفر عن خطاياني. أشكر صلاحك أيها الأب محب البشر، لأنك لم تشأ هلاك أبوي، بل أيقظته من غفلته وهديته لطريقك، وردته من وادي الهلاك لحمى حصنك الأمين. Thank you.
أيها الأب القدوس الذي يحب رجوع الخطاة، وقد وعدت إنك مستعد لقبولهم، انظر يا رب النفس عبدك فضلا لي طهره من الدنس والنجاسة في كل المجد. أمين. تسيبه وشي عدرا. جرالك ايه يا رويس؟ بقى ده برضو اخرة المعروف اللي عملته لك؟ بعد النار تحرقني؟ خايف من لسعة النار اللي هتنطفي يا فضل الله، ومش خايف من نار جهنم اللي ما بتنطفيش؟ ازاي تجرأ وتاكل لحمة في الصوم الكبير وتدنس جسمك مع واحدة خطي في الايام المقدسة دي؟ وانت عرفت كيف؟ ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. عندك حق يا رويس، عندك حق يا رجل الله، أنا فعلا إنسان خاطي، بس كلامك فوق لي، حاسس إني ندمان، أيوه حاسس إني ندمان، أرجوك، أرجوك يا رويس صلي من أجلي، عشان خاطري، عشان ربنا يرحمني ويتوب علي ويغفر لي. روح الكنيسة يا فضل الله، اعترف وتناول واحفظ وصايا ربنا، وهو هيقبل توبتك ويرضى عليك. أوعدك يا رويس، روح الكنيسة واعترف واتناول وهصوم من دلوقتي. ويلي لي، فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أنا الغريب الغربة طالت وسكنت في مساكن قدار. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أنا الغريب لو طال علي الليل الليل وما كانش لي نهار. ودور على نورك يا خالق النور، ألقى في إنجيلك في حفظي للمزمور. أتعزى بكلامك والأرض تبقى قصور، أسكن في إلهامك هايم خط بحور، وأتمنى تناديني في غربتي تحيني، وتاخدني تاني لحضنك وانسى سكن قدار. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أنا الغريب. يا ويلي يا ويلي أنا الغريب. يا سيدي يسوع المسيح، الأرض الواسعة دي أرضك للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيه. ولادك يا رب اللي ساكنين هنا، قدرني على خدمته. خد يا محروس، انت خد يا محروس. الله، عايز ايه يا صليب؟ مالك يا اب؟ شايف يا اللي انا شايفه؟ الراجل اللي هناك ده اللي وشه عليه هيبة غريبة، أيوة. اللي قاعد هناك ده حدا الشجرة. ايوه 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 صح، ده باين عليه غريب عن الناحية دي، أنا أول مرة أشوفه. إيه؟ طب وإيه اللي جابه حدغتنا؟ ولاش عرفني يا أخي، ولاش عرفني. يوه، لكل مجد يا سيدي، من الآن وإلى الأبد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. محروس، تعال تعال نروح هناك ونكلمه. تعال نكلمه. صباح الخير. صباح النور. شكلك كده مش من هنا، صح؟ ايوه انا من غربي. ها،
مش قلت لك هذا محروس؟ وإيه اللي جابك أسيوط؟ غريب. الله، وإيه اللي مغربة؟ ما ترجع بلدك يا عم. هرجع لما ربنا يريد. الحق يا محروس، الحق يا سليم. خبرك ايه يا سعدي؟ في ايه؟ جمصته، بركة ما جمتش وباين عليها تبطس وتموت. جاموش بمحروس؟ بتقول ايه يا هلا؟ فخرب بيتك يا محروس. كيف يا هلا؟ يا حزنك يا محروس، يا سنسون يا اولاد. ما تخافوش، باذن ربنا الجاموسه ما فيهاش حاجه. من حنكك لباب السامي ما فيهاش حاجه. كيف هي فين؟ هناك هيدا الشجره. طب تعالوا معايا. يلا بينا. خير. يلا بينا. تسلم الشعاد. يا رب سلم. امي مبروك، خضتي الواد. مش معقول، دي معجزة. انت مين يا عم؟ انت قديس؟ ايوه انت راجل قديس. انا قلت من الاول انت راجل بركة. انت اسمك ايه يا عم؟ اسمي تيجي ابني. ها؟ انت كمان هتعرف قبطي؟ صدقني ولا بفك الخط باي لغو. انت عارف ان تيجي فليو معناها المجنون؟ ها؟ مجنون؟ ايوه. ومن اللي سماك الاسم ده وانت راجل بركه؟ ده حتى الجاموسه قامت على ايديك. انا مش عارف ايه اللي خلاه يسيبنا مره واحده كده. ما جايز حد زعل ولا حاجه؟ ابدا، ده حتى عم وهبه بيقول البركه قلت من يوم ما فاتنا ومشي. لو تسمح يا اخ. ايوه. مفيش راجل بركه جه حداكم اسيوط. بركه؟ بركه كيف يعني؟ يعني زاهد بتاع ربنا. وشكله ايه ده ولا اسمه ايه؟ اسمه فريج، وساعات يسمي نفسه رويس. اني سمعت ان فيه راجل جه حدانا بالاوصاف ده هي، بس انا ما اعرفش مكانه. بقى برضو كده يا رويس، هن عليك للدرجه دي؟ تبعد عنا الفتره دي كلها. ولو فاتت سنين احنا تلامذه مش هنرجع لو هو معانا. بقول لك ايه، تعال نسأل الجماعة دول عنه. ايوه قصدك عم تيجي؟ لا، فريج، وساعات يسمي نفسه رويس. لا، اللي حدانا هنا اسمه تيجي الراجل البركة. ما جايز غير اسمه زي عوايدة. عندك حق. طب يا اخ صليب. طب يا اخ صليب، نلاقيه فين دلوقتي؟ تلاقوه دلوقتي في دوار العمدة. صباح الخير يا عمدة. صباح النور. خير. احنا بندور على الراجل البركة اللي لابس. هو حداكم هنا ولا لا؟ انتوا مين؟ احنا من معارفة. قطة اهي. طيب تسمح لنا نخبط عليه؟ احنا عايزين نقابله. يا ريت. ده قافل على نفسه وحابس نفسه، لا بياكل ولا بيشرب، صايم على طول. كل ما نخبط عليه ما يفتح. ولا اقول لكم تعالوا نخبط عليه يمكن يفتح المرة دي. يا رب. نحاول. يا عم تيجي، يا عم تيجي، في ناس عايزينك برا. وحشتني يا معلمنا، وحشنا كلامك وتعليمك. اكده برضه راجل يا طيب تسيبنا وترحل عنا بعد ما خدنا عليك وحبناك وغرست فينا بذرة الإيمان. ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. أيوة يا معلمنا، بس أنت مرشدنا الروح، كيف هنتصرف من غيرك؟ الإرشاد بيجي من روح القدس، اللي يسلم له قلبه ربنا يسلم حياته ويوصله لبر الأمان. يعني كده ناوي تسيبنا ولا كلت ولا شربت حدانة؟ انا حاسس ان احنا مقصرين في حقك. انا وهبت نفسي لخدمة ربي وحبيبي وما اقدرش اكسر وصيته. هو قال اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كله. ونفذ فريج وصية الرب الذي تمسك بها طوال فترة حياته، طائفا كل بلاد مصر وما حولها، خافيا اسمه الأصلي، لا يريد أن يعطل حياته الروحية وخلواته
وصفاء نفسه التواقة إلى عمق العشرة مع المسيح. لو سمحت تسمح. خير يا حبيبي؟ بتندي علي؟ انا الشماس اسحاق ابن القليد. وانا لويس، انا بخدم هنا في منطقه الخندق. وعلى الخندق تصبح كاهن. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. هتترسم كاهن، بس لما يرسموك على الخندق يبقى خدني انام عندك. اهلا بيك عندي من دلوقتي، بس انا مش عارف انت تقصد ايه بالظبط. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. طب انا كان ليا سؤال. عارف سؤالك، انا ترددت وانا بتناول اني شفت. ما يستحقش التناول من الاسرار المقدسه الا اللي جوفه طاهر زي احشاء العذراء مريم اللي استحقت تشيل يسوع المسيح في احشائها. انت راجل بركه يا عم رويس، لازم تيجي معايا البيت عشان ناخد بركه. اتفضل يا عم رويس. ايه المكان دي؟ دي اوضه الخزين، المخزن يعني. خلاص سيبنا انام هنا. ما يصحش يا عم رويس، البيت مليان اوض. معلش انا ارتحت للمكان دي. خلاص براحتك اتفضل. الكنيسة محتاجة كتير قوي، خصوصا احنا داخلين على اعياد. انا لميت مبلغ كويس وربنا يكمل. وانا كمان عارف كم اسرة مسيحية ممكن تساعد. واكيد ابونا وبقية الشمامسة جمعوا مبلغ كويس. يا رب. الا بحق، مين الراجل اللي شكله غريب ده اللي كان واقف معاك يوم الحد بعد القداس؟ يا نهار مش فايت، ده انا سايبه في المخزن بقاله 3 ايام من غير لا اكل ولا شرب. تعالوا معايا ليكون مات. يا رب يسوع المسيح يا عم. يا رب يسوع المسيح ارحمنا. 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 يا رب يسوع المسيح ارحمنا يا مخلوق. يا رب يسوع المسيح ارحمني من خاطري. 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 يا رب يسوع المسيح ارحمني من خاطري.
عم رويس، عم رويس، ايه ده يا عم؟ ايه ده، ده لسه في نفس، هيفوق اهو. هات شويه ميه يلا بسرعه. باسم الصليب. عم رويس انا اسف نسيتك. المهم انت بخير؟ بخير يا ولدي. طب انت ازاي قدرت تقعد 3 ايام من غير اكل ولا شرب؟ يا خطيتي انا اللي نسيتك. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. انا عذرك يا اسحاق، وعارف ان مشغولياتك كتير يا ابني. ايوه بس الاكل والشرب يعني. ما قلت لك يا حبيبي. اتفضل الميه اهي. هو النهارده ايه؟ النهارده الاربع. عايز تفطرني يا اسحاق؟ ايوه يا عم رويس، بس انت بقالك 3 ايام من غير. ربنا بيقويني يا حبيبي. عايزه كام؟ جنيه. عايزه اتنين. وانت؟ ايوه دي رغيف زين. ادينا 4 رغيف ازيعك. يلا خلصنا من بيت جنبك نديهم زين. طيب يلا. يو اللي بتعمله مجنون ده. تعالى يا صلاح شوف الراجل بيحط الطرف في السيني من ده جنبي. اضربوه. ما تسيبنيش يا عدى، ما تسيبنيش يا عدى. يوه اللي بتعمله ده يا عدى. ما شايفين شكله راجل تعبان مخ على كده؟ ما شايفين شكله مغنيه من هناك؟ ابعد ابعد، خلاص تعمل مصيبه على اول نهار. يا زوح يا بون، ايه الحيه دي؟ المجد ليك يا رب. قعدنا نقول عليه مجنون مجنون، وهو اللي نجانا من الموت. انت راجل قديس، واللي شهد لك بالكلام ده في كل حتة. ما يلدش عليك نيجي معاك نبقى تابع ليك ونتعلم منك. انا زهقت من العالم واللي فيه. بقول لك ايه، انت تجي معايا البيت، ام تعبانة وبتموت، أنا ملياش حد غيرها. تعال صلي لها عشان خاطر ربنا. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي خئيل وبشتغل بنا. وقاعد فين؟ فرد الخندق. أنا هاجي معك. يلا ده أنت راجل كلك بركة. قبل ما تصلي لي ما كنتش قادر أخد نفسي. متشكرين يا أبو أرويس، متشكرين. يا ابني أشكر ربنا. كده برضو يا مخيل يا بنا تاخد مننا معلمنا رويس. هنا وهنا واحد يا ولدي. على فكرة عازر من الشمامسة اللي صوتهم حلو قوي. طيب عال عال، سمعنا بقى لحن من الألحان الكنيسي بصوتك الجميل. طيب طب قولوا معايا. أيها اهل قوه
عليك، يا ألف سلام عليك. يا سلام يا ولاد، الألحان دي بتحسسنا إننا في السماء واقفين مع الملايكة على السحاب قدام العرش، بس لو قلناها بعقلنا مش بلساننا وبس، ولا إيه يا عازر؟ طيب أنا همشي علشان أنا عندي ميعاد. بس ما بلاش يا ابني تروح الميعاد دي. لا معلش، أصلا ميعاد مهم قوي. روح يا ولدي، ربنا ينجيك من تجارب الشياطين. بتقول كده ليه يا معلم؟ ربنا يرفع عنا وعن شعبه يا ابني. تعرف، تعرف لو جيت ما قلتكش كنت هعمل فيك ايه؟ ايه؟ كنت هموتك. عارف، ما انت اميره وجوزك امير وتعمليها. بقول لك ايه؟ شيل الحبره دي علشان نشوف وشك الحلو. مستعجل قوي؟ متستعجلش، انا معاك لحد الصبح. لغايه الصبح؟ ليه؟ الامير مسافر ولا ايه؟ ياك ما يرجع. بقول لك ايه، ما تجيبش سيرته، انا مش عاوزه اتنام، انا جايه لك وعايزه ارتاح عندك. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه متاكد يا جناب الامير. يعني هي امبارح ما باتتش في البيت؟ لا ما باتتش في البيت يا جناب الامير. كانت عنده، كانت عنده، مش كده؟ ايوه يا جناب الامير، ورجعت وش الصبح يا جناب الامير. اذا كان الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي، يبقى لازم اقطع رقبتها ورقبتها. بس انا لازم اتاكد. انا النهارده اقول لها اني مسافر وهاجم عليهم متلبسين. اكيد هتروح له. هتروح له يا جناب الامير. طب روح انت دلوقتي. مستنيني عشان ترتكب معاها الخطيه، مش كده؟ وانا اللي قلت ان الشموسيه والالحان وقفتك قدام المسبح هترجعك وتخليك تتوب عن الخطيه دي. اخرج بره، اطلع يا مروان، اخرج. عازر، 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 مش معقول. ده انا قلت له ان انا جاي، يمكن نسي. عازر، عازر، لا مفيش فايده، انا همشي بقى احسن. هو البيت ده؟ هو البيت ده جنابك. انت متاكد انها موجوده جوه دلوقتي معاه؟ زي ما انا متاكد من وجودك معايا يا سيدي. اقفل الباب. قفلنا الباب. خش يا سيدي. مفيش حد يا كذاب. يا خراب البيوت. ابدا يا سيدي، انا شايفها نازله من بيتك ودخلها يا سيدي. انا هسجنك مع الكلاب يا كلب. بريء يا سيدي. مراتي بريء يا سيدي. مراتي بريء يا سيدي. مراتي اشرف من الشرف. مش شرف يا سيدي. وصاحب البيت ده بريء. بريء يا سيدي. يا كلب امشي. خل يا سيدي. خل يا سيدي. نشكر ربنا. نشكر ربنا يا ابوي. معيش حاجة مننا قبل ما نمشي؟ لا يا حبيبي، اتفضل انت. طيب اوعى تدوس على عقرب دي. يا بس بالصليب، ست عدرا، فين العقرب ده؟ تحت رجليك يا ولد. يا ده دمار ذهب يا ابوي. يا رزقك يا مخيل. بس ده دي منين ده؟ الزوار كتير وبيسيبوا حاجات انا مش محتاج ليها. خد الدينار ده والجلاليب دول ووزعهم على اخواتك المساكين. حاضر يا معلم. اقعد بالعافية. ربنا معاك يا ميخائيل يا ابني. قوم يا عازر، قوم يا ابني، اسجد للي فداك وبذل دمه علشانك. تقوم انت تدنس جسمك اللي بيتقدس كل يوم بتناول جسد ودم المسيح. خاطئ يا معلم، انا عرفت ان انت رجل الله. انا نادم، انا نادم يا معلم. روح اعترف يا حبيبي
وشوف التدريب اللي هيديهولك ابوني، وبعد كده تروح تتناول وربنا يسامحك. بس المهم ما تبقاش انت غضبان عليا. لا يا ابني، ده السما والملايكه بيفرحوا بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 بار مش محتاجين لتوبه. اقعد يا بنتي. يا بنت انا مش منعاكي صدقيني، ده بقاله اسبوع قافل على نفسه الباب، لا شاف حد ولا حد شافه، اصله في خلوه يا حبيبتي. طب خليني اجرب. الله يخليك يا ام خيل، خليني اجرب. خلاص خلاص يا بنتي، اهي اوضته بره الفرن بره، روحي يمكن ربنا يسهل لك ويقوم يفتح لك. تعالي يا بنتي قوم خديها لي، وديني يا بنتي خدي. امي المرتان عم الاوضه يا امي، وخلي بالك من اولادي. ايه اللي انا سمعتها؟ يبقى اكيد صاحي. يا حسره ولادك من بعدك يا مرقص، هيتحرموا من نور تعليمك. الرب بيبعت لك في كل وقت وكل زمان معلمين لك يا فريك، استودعك الله. اذكرني قدام عرش النعمة يا ابونا الطباوي القديس مرقص الأنطوني، استودعك الله. يا حمامة طالعة من الأوضة يا أمي. عم روز خرج من الأوضة هو يا أمي. مالك يا بنتي؟ سلامتك. أرجوك أتوسل إليك يا رجل الله، صلي لي. أنا صرفت كل فلوسي على الأطباء، ورغم كده أنا فقدت نور عيني، ما بقتش بشوف حاجة خلاص. وريني يا بنتي. لا لا أرجوك، أصل الأطباء قالوا لي لازم افضل ربطها كده لمده شهر، سفكتها دلوقتي ممكن عليا تطلع لبره. طيب تعالي يا ازهر. لو امنتي ان ربنا قادر على كل شيء هتخفي وتشوفي. اؤمن. ايوه اؤمن ان ربنا قادر على كل شيء. خلاص يا بنتي، فك انتي الربط بنفسك. فشفاكي. الشربات بتاعه ده جميل قوي. ده حلو قوي.
انا هخلي بابا يجيب لي منه. انا هروح اجيب فلوس وارجع تاني. الشربات الشربات يا ولاد، الشربات يا بنات، الشربات يا شربات. هات سطل فروق. عينيا. وانا اديني اتنين بس توصي. يا عيني يا عيني، وادي سطل اهو واتنين ومتوصي. انت يا ولد بياع الشربات، عايز سطل بسحتوت؟ انت ده بعد الضرايب يا سلطان. ضرايب ايه؟ ده انا راجل غلبان واقف في الحاره وانا عندي دكان. شوف الكلب ده اسمه موجود؟ اسمك ايه؟ خلصني. داوود الشماع بياع الشربات، قابلني لو لقيته اسمي. داوود الشماع، داوود الشماع، قابلني لو لقيت اسمي. اسمه مش موجود. خلاص ادفع 2 دينار. 2 دينار ايه؟ ده انا راجل غلبان وتعبان وما حلتيش اي حاجه. وبعدين معاك ادفع دينار ونص. دينار ونص ايه؟ ابيع لكم هدومي يا ناس يا عالم. انت هتدفع ولا كسر لك بضاعه؟ طب نتفاهم لو سمحت، نتفاهم الله يخليك. كسر بضاعه؟ حرام عليك. انت حرامي، تسرق اموال السلطان وبتجيب بيهم سكر. كسر بضاعه اقبض عليك. حرام عليك وحرام عليك، وده انا غلبان يا يلا ناس. يلا بينا على بيته. تاخدوا سطل سطل ببلاش من غير ولا سحتوت. مين انت؟ مرات داود الشماع؟ ايوه انا. خير في ايه؟ فين شوالات السكر اللي عندك؟ هو اللي بعتك؟ ربنا اللي بعتني يا ست. انا عارفاك بس زي ما تقول كده مش فاكره اسمك ايه. يا ستي مش وقته، وريني فين الشوالات، انزلي وريهاني. طب اها نازله. ها ما تسيبنيش يا عدرا. اها نازله. ها بسرعه شوي. يحكي اها. هي دي يا سيدي يا صاحب المسيح. انت بتعمل ايه يا جدع؟ انت مجنون يا جدع. انت مجنون. ها انا عارفاك بس مش عارفه اسمك ايه. يعني انت بتعمل كده ليه؟ كده نشكر ربنا. نشكر ربنا؟ انت مجنون صح؟ انت يا اختي يا غرامي يا اختي يا لهوي. الحقونا يا ناس، الحقونا يا ناس. الراجل المجنون رمى السكر في البير. راجل مين يا اختي؟ اللي خرج ده. رويس. ايوه رويس، انا كنت عارفاه بس ما كنتش عارفه اسمه ايه. مش هو ده اللي بيقعد على اول الشارع؟ وانا اللي كنت بقول عليه راجل بركه، ده مجنون رسمي. ادي حاره الروم، فين بيتك ولد؟ ماشي، وما يجي البيت هقول لك. بس 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 بيتنا اهو. خش فتش عسكري. هو في ايه؟ انت هنا وانت فوق. هو في ايه؟ هما ماسكينك ليه يا داوود؟ انت عملت ايه يا داوود؟ اخرس يا وليا. يا اختي قال لك اخرس يا وليا. استر يا رب. انتوا بتفتشوا على ايه؟ على شويه السكر اللي سرقهم جوزك من اموال السلطان يا هانم. سرقهم؟ انت حرامي يا داوود. يا اختي اخرس يا وليا. قال لك اخرس يا وانا حرامي سكر. استر يا رب، استر يا رب. اه بلد مفيش سكر. السكر مفيش سكر. السكر ازاي؟ مفيش ايه؟ الحمد لله دوروا وفتشوا ما لقوش سكر. اهي الحمد لله طلعت براءة. الحمد لله. دفعت المرة دي مني يا كلب، المرة الجاية لازم ادخلك السجن ورايا. بقولك ايه لو سمحت، مش هتدفعوا لي ثمن الاواني اللي انتوا كسرتوها؟ قدم طلب ولد. طلب؟ اقدم طلب. الحمد لله الحمد لله. يا اختي الكلب، المرة الجاية هدخله السجن. الحمد لله مشي. اقعدي. هما مين دول اللي مشوا؟ الجابي والعساكر. بس كويس قوي ان انت خبيت السكر. انا مستغرب مين اللي قالك. فين السكر؟ سكر ايه؟ شوالين السكر. ما رماهم في البير. رماهم؟ مين ده اللي رماهم؟ الراجل البركه اللي بيقعد على اول الشارع. اسمه ايه؟ رويس. اسكت اسكت، ده انا بهدلته وقلت له انت مجنون. يا ربي سامحني يا رب، ده هو اللي انقذك من ايديهم. رويس ايه؟ انا ماليش دعوه برويس. تقب تختص تطلع بشوالين السكر. شوالين سكر ايه يا راجل اللي بتدور عليهم؟ ما تشوف العساكر لو كانوا لقوا السكر ده كنت هتروح فين؟ كان زمانك رحت في 60 داهيه. رويس يرمي لي السكر في البير، والجابي كسر لي الادوات. يعني انا مش هبقى داوود بتاع الشربات، انا داوود الشحات. اما قوم افتح. اها الراجل
خش ادخل ادخل. الحمد لله الحمد لله، كنت هروح في داهيه، بس انت مين اللي بلغك؟ ربنا، عشان كده جيت ورميت السكر في البير. السكر جوه البير يا داوود. ما تخافش، السكر ما راحش ولا حاجه. السكر ده في الميه، ولما يدوب يبقى راح ولا ما راحش. فين الابريق بتاعتك؟ يا سلام، ايه هترمي الابريق في البير كمان ولا ايه؟ طول بالك، هما شوالين السكر كانوا بيعملوا معاك كام ابريق شربات؟ يعملوا كده يجي 10 ابريق. خلاص، املى من البير ده 10 ابريق. املى من البير ده؟ بقول لك ايه، خش هات السطل من جوه اللي يكفي يجي 10 ابريق. يعني املى من البير ده. امسك امسك. مش اما ادوق ايه ده؟ ايه ده؟ دوقي كيكتي ده شربات حلوة قوي ومعسل. ادوق. ما انت راجل البركة الطاهر اللي حولت المية لشربات. خلاص بقى انت هتخلصه. عد عد عشان ما تقولش ليا عند رويس شوالين سكر. ربنا معاك. ربنا يخليك يا رب. ما تسيبنيش يا عدرا. بقولك ايه، تعرفي ان احنا هنبقى اغنياء؟ ازاي بقى؟ مالكيش دعوه انت، بس انا هملى العشر ابريق دول اكملهم، وانت روح استلفي كل الابريق اللي في الحاره. لا يا معلم رويس، انا واخد على خاطر منك. تبعد عن ولادك كل ده؟ معلش يا ميخائيل يا ابني، لما ربنا بيريد. أصل كنا عايزين نبشرك ببشرة حلوة. بشرني يا يوسف. مش إسحاق ابن القرين رسموه كاهن على كنيسة العذراء بالخندق. نشكر المسيح، إسحاق يستاهل الكهنوت. سلام. سلام ونعم. سلام. أهلا. معلش أنا آسف يعني إذا كنت قطعت عليكم الكلام. لا يا راجل ما تقولش كده، اقعد. متشكر طبعا، أنت فاكرني. إزيك يا داوود؟ داوود بتاع شوالين السكر. بعت العشر أبريق ولا لسه؟ الحقيقة أنا بعتهم، بس لما رحت أملى الأبريق من البير تاني ما لقيتش شربات، لقيت مية عادية في البير. وعاوز إيه مني دلوقتي؟ أنا عايزك تيجي كده وبإيدك الطاهرة تحط إيدك على البير يتحول لشربات، عشان عندي جي 20-30 إبريق، يعني لقمة عيش بس الولاد يعني. يا ابني اللي حول لك المية لسكر مش أنا، ده المسيح اللي حول المية لخمر في عرس قنا الجليل. يعني ايه؟ مش هتيجي معايا؟ يعني قوم شوف شغلك وكل من عرق جبينك، ملعون من اتكل على زرع بشر. طب اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه املى الابريق تبقى ميه وابيع ميه والشربات والخروب؟ ما قلت لك انا رديت لك شوالين السكر عشان ما تطالبنيش بيهم. يعني امشي؟ بالسلامه. خلاص انا ماشي. ربنا يبارك لك ويرزقك بالحلال. حلال منين؟ ما انت بوظت المشروع، مش عايز تحط ايدك الطاهره على البير. انا ماشي. مع السلامه. ايه حكايته ده يا معلم رويس؟ بعدين هقول لك يا ابني حكايته. مين؟ ابونا اسحاق. الف مبروك يا ابونا. مبروك يا ابونا. اهلا يا ابونا. ايه يا معلمي اللي انت عايز تعمله ده؟ ليه يا ابني تحرم ناخد بركه الصليب اللي في ايدك وبركه ايديك اللي بتشيل جسد ودم المسيح؟ ده انا اللي جاي اخد بركتك. النبوءة اتحققت وبقيت كاهن وهترعى شعب المسيح بأمانة وتثبت إيمانهم. الحروب كتير يا ولدي. هتصلي فين بكرة يا ابوني؟ في كنيسة العذراء بإذن المسيح. خلاص بكرة حاجة تناول عندك. إيه الحكاية؟ من يوم معلمنا رويس ما تناول معانا وهو مش باني، هو سافر زي عوايد ولا إيه؟ ابدا يا ابونا، حابس نفسه في قطنه، لا بيكلم حد ولا بيرد على حد. ايوه بس دي خلوه طويله قوي. لا طويله ولا حاجه يا جود سابونا، ما هو دايما كده. بس انا كنت عايزه بحاجه ضروري قوي لازم ابلغها له. خير يا ابونا؟ الامير المملوكي يا البغى السلمي. ايوه سمعت عن ماله ده.
اختلف مع قداسة البابا على حتة أرض مملوكة للكنيسة. وبعدين يا جوتسابوني الحكاية دي وصلت ليه يعني؟ قبض على البابا وتلاميذه وسجنهم. يه قداسة البابا؟ ده راعي الكنيسة يا ابوي، ربنا على المفتري. يعني البابا وتلاميذه في السجن دلوقتي. اهو ده اللي حصل يا معلم، ده رجل الله. وانت مين يا ابني؟ انا تلميذ من تلاميذ قداسة البابا وبرجوه وصلي من اجله. ما تخافش يا متاوس، لأن الحمامة الحسني اللي بتحبه خرجت اليوم لخلاصك. سمعتوا الصوت اللي كلمني ده؟ ده صوت رويس رجل الله. أيوه هو صوت رويس رجل الله. يا سيدنا احنا ما سمعناش حاجة. أيوه سيدنا ما سمعناش حاجة. أبشروا يا أولاد، الست العذراء هتخلصنا. يلا بينا نرتل الستين العذراء بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب العين لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك الامير يربوع السلمي قبض عليه السلطان برقوق واماته اشر ميتة. المجد لك يا رب، يا رب لك المجد بشفاعتك يا حلة الحديد، يا والدة الاله، يا حمامة، يا حسنة. يا رب يا اخويا يتحنن عليك القديسين ويشفوك. بس لو كنت اقدر اسافر جبل اسيوط أزور جسد القديسين الأنبا بشاي والأنبا بطرس. يا أخويا النهاردة عيدهم، اتشفع بيهم وهم يشفوك حسب إيمانك. يا رب أنت اللي فتحت عيون الأعمى وشفيت الأبرص وشفيت المفلوج، من علي بالشفاء يا يسوع بصلوات قديسيك الأب بشار والأب بطرس. مالك يا حبيبي؟ خير؟ بتعيط ليه؟ ده بقاله مدة تعبان جدا ونفسي يزور دير الأب بطرس والأب بشاي ومش قادر. جبل أسيوط؟ أيوة أيوة يا ريت، بس مين يوديني؟ مين يوديني؟ أنا وديك يا حبيبي، هات إيدك. نفسي هنا في جبل اسيوط قدام جسد القديسين الاب بشاي والاب بطرس، انت جبتني هنا ازاي؟ انت مين؟ رويس، عبد يسوع المسيح اللي استجاب لصلواتك لانه عارف ايمانك.
ما حرمكش من زيارة القديسين اللي بتحبهم وبصلواتهم هتنور الشفا. يا رب يسوع بشفاعة من نور مريم بشفاعة قديسيك الأب شاهي والأب بطرس اشفيني يا يسوع اشفيني يا رب. انا حاسس بتنميل في رجلي حاسس. اشكرك يا رب اشكرك يا يسوع اشكرك يا رب اشكرك يا يسوع. سلام يا سيدي. سلام يا رويس. اتفضل يا سيدي. منين القربانة دي يا رويس؟ من الكنيسة يا سيدي. ما انا عارف انها من الكنيسة. يعني من هنا ولا من اسيوط يا سيدي. سر الرب لخائي فيه. القربانة لسه سخنة. تبارك اسم الرب. متشكر يا ابني. استنك ما تمشيش قبل مرضيك زي مرضتني. وعاوزك تعرف ان المسكنة اللي عشان خاطر ربنا اغنى من كل غنى العالم. تراضيني؟ تراضيني بايه بقى؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي يعقوب. يعقوب الجندي. طب هات منديلك. اتفضل. خد يا يعقوب يا جندي. ايه ده بس؟ ده تراب. حافظ عليه وما تستهونش بيه. وزي ما تصدقت علي ربنا هيدي لك اضعاف واضعاف عشان محبتك للمساكين. مقبول منك. اهو وادي التراب اهو. جرى ايه يا يعقوب؟ انت بتهزر ولا ايه؟ عمل لميمنا وهحكيلكوا هحكيلكوا على شويه تراب. يا بنتي يمكن التراب ده يكون بركه يشفيني من اوجاعي. افتح يا ابني المنديل اديني شويه تراب. اسم الصليب ده ذهب. دي انا الجديده. ده مش تراب. دي بركة. فين الراجل البركة ده يا اخوي؟ باسم الصليب ده تراب اتحول لذهب. الراجل ده مبروك فعلا. حافظ عليه وما تستهونش بيه. وزي ما تصدقت علي ربنا هيدي لك اضعاف واضعاف عشان محبتك للمساكين. سرحان فيه يا ابني؟ الراجل ده مش طبيعي ياما. الراجل ده ملاك. انا كده اتاكدت ان ربنا راضي على اللي انا بعمله. انا عايز اشوف الراجل ده يا ابني عشان يصلي لي. يمكن ربنا يشفيني. حاضر يا ام. انا عارف مكانه. يا رب يسوع المسيح اشكرك لانك شفيت ام يعقوب على ايد عبدك الخاطئ المسكين. يا رب يسوع المسيح ارحمني. ارحمني من الخاطي وارحم ولادك من شر الخطية. احفظهم يا رب من الشرير لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجدك. ليك القوة والمجد إلى الأبد. ما تسيبنيش يا عدرا. برضو جايبه الاكل معاك يا ام يعقوب. ما انت اصلك ما اكلتش طول النهار. ايه ده كله؟ ايه الكرم ده كله؟ يا شبراوية. هما كل الشبراوية كرمه كده؟ ده ما يجيش من بعد خيرك عليا. ده انت من ساعة ما جيت البيت وانا خفيت وبقيت عالي العال والمرض سابني خالص. طب لو سمحتي ها؟
هاتيلي شوية ردة. شوال الردة جنبك اهو يا ابني، بس هتعمل بيه ايه يعني؟ متشكر يا عمي يعقوب، ما تسيبنيش يا عدرا. تسيب الاكل ده كله وتاكل ردة؟ ده شيء يحزن يا ابني. انت حزنت يا ام يعقوب عشان انا باكل ردة وما اكلتش الاكل اللي انت تعبانه فيه. احزني على خطايا الناس، الخطيه يا امي تميت الروح، لكن الردة بتسند الجسد. ثلاثة ست تسعة اتناشر وتلاتة خمستاشر كده يبقوا تمنتاشر، وتلاتة يبقوا واحد وعشرين، وتلاتة أربعة وعشرين، فاضل كيسين ويبقوا تلاتين ألف على الألف، عقبال ما يبقوا تسعة وتسعين. 99,000 يعني 100,000 ناقص 1,000 عشان ياخد العين. مين؟ افتح اختك فهيمه عاوزاك. مين؟ بقول لك اختك فهيمه عاوزاك. قولي لها مش موجود. يا راجل يا راجل عيب، تعالى شوف اختك فهيمه عاوزاك بايه. ياه قولي لها جاي لها. انا مش عارف الوليه دي تساعدني ليه. عموما انا هنزل اقعد معاها لحد ما تيجي. نزل لك حالا يا حبيبتي. نعم يا ست فهيمه، ايه اللي حدفك علينا على الصبح؟ العيال جعانين مش لاقيين حتى العيش الحاف، وابوهم زي ما انت عارف عاجز مش قادر يعمل اي حاجه. طب وانا هعمل لك ايه؟ ما تروحي تعالجي. منين؟ منين يا ابويا؟ يا ابني امي وابويا. انا فاتحها سبيل، البيت فاضي. السعيد السعيد ابن وجه المهر كاتب ديوان السلطان، مفيش في بيته فلوس. انت هتقولي عليا؟ احلف لك بايه ان البيت ما فيهوش غير دينارين اتنين بس؟ خدي لك دينار وسيبيني دينار انا كمان عشان عيالي. كتر خيرك يا اخويا، يا ابن بركه، يا ابن وجه المهر. ابن وجه المهر، ابن وجه البدر، هتاخدي الدينار ولا مش هتاخديه؟ خليهولك شايلك لوقت عوزة. انا ماشيه ولي يا رب اسمه الكريم عمره ما هينساني. استني استني بس يا اختي. شكرا يا مراد اخويا، ربنا معاكم. استني استني يا عمتي. ايه اللي استني يا عمتي دي؟ ما تسيبوها تمشي، ماسكين فيها ليه؟ دي واحدة جاية تقر عليها. اتفضلي يا عمتي، أنا معايا دينارين محوشهم. كتر خيرك يا ابن أخويا، ربنا يبني ملحق. آه 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 يا ناس، الحقوني، رجلي، الحقني، 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 استني، استني أنا. رجلي اتكسرت، هاتوا لي الطبيب بسرعة. تبقي طمنيني على اخويا يا مرات. رجلي وجعاني. يا رجلي انا بيني اسكت، مش ممكن يا رجلي. ما كدبش عليك، فين اخويا كبير؟ دي لازم تلاتة. ايه؟ يا ستي بتقول ايه؟ رجلك بتنقطع، رجلك بتنقطع، حتى عين سابت من اللوغة.
انا رجلتي نايمة على اخر الزمن، ابقى برجل واحدة، لا مش هحكي على رجل واحدة. يعني مفيش حاجة تجبر الكسر ده؟ يا خرب بيتك يا ابن وجه البور. عموما الكسر واضح وخطر ولازم يروح للسكري. انت سايبني ورايح فين؟ بس سيبونيش يا ناس، يا ناس انا هنعرج على اخر الزمن، ابقى عاجز برجل واحدة، ابقى مش عارف السيد ابن بركة، ابقى السيد ابن الارك. اسمع يا والدي، في راجل اسمه رويس بيقولوا عليه انه رجل الله، وانا عارف مكانه، ايه رايك لو نروح له ويصلي لك وربنا هيتمجد بصلواته؟ اسمه ايه يا ابني؟ اسمه رويس، ده راجل بركه. نروح له بس رجلي ما تتقطعش. انت غلطتوا في العنوان، انا مش طبيب. بس انت حبيب اعظم طبيب. اسأليه ليه أهمل الفقراء والمساكين، واخته فهيمة ليه ردها خوية وولادها بيموتوا من الجوع. كملت التلاتين ألف ولا لسه؟ قطعت الفلوس اللي ما فيهاش لله. اسم الصليب، أنا بشهد بين إيديك يا رجل الله، بينهم ورايح فلوسي اللي هتكون للمساكين وللفقراء، هقول لهم اب وهقول لهم اخ، ومش هرد مسكين ابدا وايديه خاويه. ربنا يديك حسب ايمانك. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، وأشكرك يا رجل الله على بركتك العظيم. رجلي رجعت لي تاني. المجد ليك يا رب، ربنا يحافظنا عليك يا معلم رويس. اسم الصليب، الحمد لله على سلامتك يا والدي. إياك تنسى وعدك، محبة المال أصل لكل الشر. أهوانك يا رجل الله، من يوم رايح فلوسي قبل ما تكون ليا هتكون للمساكين وللفقراء، ومش هرد واحد أبدا خايف. وأختك فهيمة؟ أختي فهيمة حبيبتي، أختي هي وعيالها وجوزها في عينيا الاتنين. لو عملت كده ربنا هيديك أضعاف أضعاف وهيطول في عمرك. ايه الحكاية يا ولدي؟ المعلم رويس بقاله شهر وزيادة وهو على الحال دي، مرمي على الأرض ومفيش غاطي، الراجل يتعب. ايوه يا أمه، أنا معرفش نعمل معاه إيه، وكل ما نقول له نجيب له غاطة ما يردش علي. يو بس لازم ياكل يتقوى. يو شو بقى، أنا هدخل وهأكله بالعافية. لا يا أم خليك أنت، أنا اللي دخل. معلم رويس، نجيب لك لقمة تتجود بيها؟ يا ميخائيل يا ابني، عارف يا ابوي ليس بالخبز وحده ويحيى الانسان، لكن انت بقالك شهر ما دقتش طعم الزاد، نجيب لك اي لقمة كده؟ المرض بيهد يا ابوي. اما الروح فنشيط، واما الجسد فضعيف. طيب اقول لك حاجة، قوم كده، قوم سند عليه. ايوه عشان خاطر ربنا، يعني حاجه بسيطه جدا. حاضر، هات لي شويه ملح ولقمه ناشفه. انا خلاص خلاص اموت يا غلط. ما تقولش كده يا غلط، الحول الطبيب. انا هستغيث بالويس يا غلط، رجل الله وربنا، ربنا يديني الشفاء على يدي يا ابا. ده باين عليه انه مات، وهنجيب له رويس
الوقت منين؟ واحنا عارفينه فين؟ باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. قوي قلبك يا ابني وقوم، قوم يا حبيبي. سلام يا أمي. سلام. من فضلك ما تعرفيش الراجل الطيب اللي اسمه لويس ألاقيه فين؟ عاوزاه يصلي لابني، وأنا مؤمنة، أنا واثقة إنه بصلاته ربنا هيشفيه. ألاقيه فين؟ أوضته فين؟ قعدي ابنك جنبه وسيبيه واخرجي، تعالي اقعدي جنبي. الصليب. هي جيبك عندي ليه؟ وانا كنت طبيب يا ابني، الرب هو الشافي بقى. ما تسيبنيش يا عذرا، ما تسيبنيش يا عذرا. وانا كنت طبيب، ما تسيبنيش يا عذرا. يا رب يسوع، يا رب يسوع المسيح الحمد. حصلت؟ هو ايه اللي حصل؟ هو عمل فيك ايه؟ ايه اللي جرالك يا حبيبي؟ بس ايه اللي جرالك؟ سيدوني يا معلم. مين الراجل ده؟ ده راجل من الدرويش يا مولاي. وما انحناش ليه؟ ده راجل كبير. كبير ولا صغير؟ لازم ينحني للامير سيدوني. النهارده تجيبه لي القصر، اما اشوف ايه حكايته. امر مولاي. الكبير قال. بقى اسمك ايه؟ يلا اتكلم. ساكت ليه؟ اسمك ايه؟ انا سمعت انك من الدراويش، يعني من رجال الله. رد علي، قول لي اسمك ايه. ساكت ليه؟ رد علي. انت كذاب ونصاب، لانك لو من الدراويش يعني لازم ترد علي، تاخد وتدي معايا في الكلام. ها؟ رد عليا، اقول لي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انت تلميذه مش كده؟ اقنعه انه يرد عليا. قول لي اسمه ايه؟ يلا. اتكلم يا معلم، احب علي هد. رد عليا. انت عارف انا مين؟ انا الامير سدون. ها؟ امير الموت والعذاب. اللي ما ينحنيش ليا، عارف بيحصل له ايه؟ رد عليا بقولك، رد عليا يا حراس. لبسوه لبس المهرج وركبوه حمار بالمقلوب وطوفوا بيه شوارع المدينه كلها عشان الشعب كله يعرف اللي ما ينحنيش للامير سدوني يبقى جزاؤه ايه. يلا. وبعدين دخلوه السجن وعذبوه لحد ما يتكلم. يلا خدوه من قدامي. اتألم اتألم مهما اتألم.
الدم لو حتى هينزف دمي الدم يهن قدامك أتألم أتألم مهما أتألم الدم لو حتى هينزف دمي الدم يهن قدامك قدرني يا رب اتحمل امشي مشواري مش لو كنت رديت على الأمير في كلمة واحد كنت رحمت لأن العذاب ده أنت نسيت يا ميخائيل نسيت إن سيدنا اتحمل الألم في جسمه جلد ومسامير وشوك وقف قدام بلاط الساكن أجاوبش بكلمة وهو اللي علمني نتبع خطاه يبقى ازاي يا ولدي تلومني على السكوت أخطيت يا معلم سامحني فريق يا حبيبي قوم أنا شفيت جراحك لأنك تمسكت بكلامي وحفظت الإيمان أنا ما استاهلش محبتك يا رجل الله اتشفع لنا عند حبيبك المسيح عشان نتفك دهتنا يا يسوع حبيبي أسألك عشان إخواتي نجيهم بشفاعات البتول أم النور ستنا العذراء مريم كل اسم حرص ونشاط فعلت ولكل خطيه بشوق واجتهاد ارتكبت لكل عذاب وحكم استوجبت هيئ لي اسباب التوبه ايتها السيده العذراء اليك اتضرع بك استشفع وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزن وعند مفارقة نفسي وجسدي احضري عندي ولمؤامرات الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم أغلقي لئلا يبتلع نفسي العروس بالعيب للختن الحقيقي ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا أوصيك يا أولادي بالمحبة رباط الكمال دي وصية سيدنا ربنا يسوع المسيح الوصية الجديدة اللي تربطكم ببعض نار نار مولع ما تخافوش دي نار حبيبي يسوع اللي بيحقق كلام المزمور وبيعيني على سرير وجعي سيبوني لوحدي خليل ايوه لو اني ميه
حاضر يا معلم. استودعكم المسيح إله. صلوا لي. علي يا معلم. لا يا حبيبي. المايه دي انا غسلت جسمي عشان ما حدش يكشفها. ربنا يطولنا في عمرك. ما بقاش مني حاجه. ثبت اخواتك يا اخي. السلام لك يا حبيب ابني وإلهي يسوع المسيح. السلام لك يا رويس البار. لقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا يوضع لك إكليل البر الذي سيعطيه لك الديان العابد. اليوم 21 بابا، حيث أراد الرب بروحه القدوس أن يكون يوم انتقالك للمجد في يوم تذكاري. تعال يا حبيبي رويس لتسمع صوت الرب المبارك يقول لك: نعما نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. أنباري ويس أنباري ويس أنباري ويس.